تلاميذ الصف الأول الإعدادي مستر محمود من قناة تعالوا نتعلم إنجليزي بيحييكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإن شاء الله يا أولاد السنة دي تكون سنة سعيدة وسنة جميلة عليكم، وتفرحوا وتنجحوا، وتكون السنة الجاية إن شاء الله في سنة تانية إعدادي. يا ريت كل تلميذ وكل تلميذة بيسمعني النهاردة إن شاء الله يحط لايك للفيديو ويحط اشتراك للقناة ويفعل زر الجرس. النهاردة يا ريت بإذن الله مع بعض بنتناول زمن من أهم أزمنة اللغة الإنجليزية، ألا وهو زمن الماضي البسيط، The past simple tense. The past simple tense، زمن الماضي البسيط. يستخدم زمن الماضي البسيط يا أولاد للتعبير عن أشياء حدثت وانتهت تماما في وقت سابق. يتكون زمن الماضي البسيط يا أولاد من التصريف الثاني للفعل بإضافة ED أو D أو IED للفعل المنتظم. يعني في أفعال يا أولاد عشان حولها من بريزنت مضارع لباست ماضي، يا إما أضيف للفعل دي بس، أضيف للفعل يعني الفعل أكتبه زي ما هو وأضيف في آخره دي، يا إما أضيف في آخره ED، يا إما أضيف في آخره IED. بيقول لي معظم الأفعال يضاف إليها ED، معظم الأفعال عشان نحولها من بريزنت الباست أو من مضارع لماضي يضاف إليها ED عند تحويلها إلى الماضي. اكزامبل يا ولد، مثال بيوضح الكلام اللي انا بقوله ده، هو فيرب يا ولد او فعل زي واتش. واتش طبعا يشاهد، هنا يا ولد بريزنت مضارع عايز احولها لماضي بسيط. طبعا يا ولد هو ده التصريف الثاني للفعل اللي احنا بنعلم من شويه، هو ده التصريف الثاني للفعل. واتش يا ولد الفعل واتش كتبته زي ما هو، كل الحكايه ضفت له اي دي اصبح واتشد، يبقى واتش يشاهد، واتش شهادة، كده حولته للماضي، أو بمعنى أصح حولته للماضي البسيط، ضفت له إي دي. طيب، فعل تاني أو فيرب تاني يا أولاد زي لف، لف يضحك، البسط منه أو الماضي منه لفظ، لفظ ضحكا، لفظ ضحكا. طبعًا يا أولاد برضه هو كتبته هو يا دوبك ضفت له إي دي، بدل ما هو لف يضحك، لفظ ضحكا. أسك يسأل، أسكت سأل، أسك يسأل، أسكت سأل، برضه يا أولاد ضفنا له إيدي عشان نحوله للماضي. برش ينظف بالفرشاة، برشد نظف بالفرشاة، برش ينظف بالفرشاة، برشد نظف بالفرشاة. كلين ينظف، كلين تنظف، نفس الكلام يا أولاد ضفنا له إيدي عشان نحوله للماضي، كلين ينظف، كلين تنظف. هيلب يساعد، هيلب تساعدة، هيلب يساعد، هيلب تساعدة. تعالى يا ولاد بقى نشوف الكلام اللي هو هيشرح برضو اكتر واكتر ويبين لي امتى اضيف دي بس وامتى اضيف اي دي وامتى اضيف اي اي دي. يقول لي يا ولاد ولكن عندما ينتهي الفعل، ولكن عندما ينتهي الفعل بالحرف اي، يعني اي فيرب يا ولاد اشوفه منتهي بحرف الاي بس يعني اخره اي، هضيف له اي دي؟ لا مش هضيف له اي دي، هضيف له دي بس اهو، نضيف إليه دي فقط. يبقى يا أولاد الفعل اللي بينتهي بحرف الإي عشان أحوله الماضي البسيط هضيف له دي. إكزامبل يا أولاد، مثال بيوضح الكلام ده، عندي يوز يستخدم، يوز يستخدم، البسط منه أو الماضي منه يا أولاد يوزد استخدم، كل الحكاية يا أولاد أهو آخره إيه يا أولاد زي ما قلنا أهو، ما ضفناش بقى إي دي، لا ضفنا دي بس عشان آخره إيه هضيف دي بس. يبقى يوز يستخدم، يوزد استخدمه. لايف يا ولاد يعيش، لايف يعيش اخره اي، ها هضيف دي بس اصبح لفد عاشا، لايف يعيش اصبح يا ولاد ماضي بسيط اهو بقى لفد عاشا. دانس يرقص، دانس درقصا، دانس يرقص، دانس درقصا، برضه يا ولاد اخره اي ضفت له دي بس. بيك يخبز، بيك دي خبزه، بيك يخبز، بيك دي خبزه، برضه يا ولاد بيك اخره اي ضفت له دي بس اصبح بيك دي خبزه. اسمايل يبتسم، اخره ايه يا ولاد اهو اصبح اسمايل ابتسم، اسمايل ابتسم. تريد يتاجر او يبادل، تريدد بادل او تجاره، ماشي يا ولاد. بعد كده بيقول لي
وعندما ينتهي الفعل بالحرف واي، لو فعل يا ولد معانا بينتهي، لو فعل معانا بينتهي بواي والواي دي يا ولاد قبلها حرف ساكن، بنعمل ايه بقى؟ بنحذف الواي ونستبدلها باي وبعدين نضيف الاي دي. نقول تاني يا ولاد، لو عندي الفعل ده بينتهي بحرف الواي بس الواي دي قبلها حرف ساكن، هنعمل ايه بقى يا ولاد؟ هنحذف الواي ونبدلها او نستبدلها باي، يعني هنمسح الواي خالص ونحط بدلا منها اي وبعدين هنضيف الاي دي. اكزامبل يا ولاد بوضح الكلام ده، استادي، مش استادي يا ولاد هنا اخرها واي وقبلها حرف ساكن؟ طيب عشان اخليها في البسط او في الماضي البسيط اعمل ايه؟ هشيل الواي وبدلا منها احط اي وارجع اضيف الاي دي. استادي يدرس او يذاكر، استادت درس او ذاكرة، برضو كراي يا ولاد نفس الكلام اخرها واي وقبلها ساكن، هعمل ايه عشان احولها للماضي؟ كراي، اصبحت كرايد، شلت الواي حطيت بدلا منها اي وبعدين ضفت الاي دي، يبقى كراي يبكي، كرايد بكى. هري يسرع، هرد اسرع، نفس الكلام يا ولاد، الفعل اخره واي وقبله ساكن، هبدل الواي باي وبعدين اضيف الاي دي، بدل ما هري يسرع هرد اسرع. ماشي يا اولاد؟ اما اذا انتهى الفعل بالحرف واي، خلي بالك بقى، وقبله حرف متحرك، احنا فوق كنا بنقول لو الفعل انتهى بواي وقبله حرف ساكن، لكن هنا بنقول يا اولاد اما اذا انتهى الفعل بحرف واي وقبله هنا بقى ايه؟ حرف متحرك، هنعمل ايه بقى؟ هنضيف اي دي بس. طب اكزامبل يا مستر بيوضح الكلام، بليه، مش بليه يا ولاد، اخرها واي والواي قبلها حرف متحرك، كل الحكايه ضفنا اي دي فقط، بليه يلعب، بليه لعبه. طيب حاجه ثانيه يا ولاد، اما اذا انتهى الفعل بحرف ساكن وقبله حرف متحرك يضاعف الحرف الاخير ويضاف اليه اي دي، زي اضرب يا ولاد مثلا كده، اخرها بتقيله حرف ايه؟ حرف ساكن وقبلها حرف متحرك، عشان احولها للماضي عملت ايه؟ كررت البيت إيلة، ضعفتها، يعني كررت البيت إيلة مرة كمان، بدل ما هي بيت إيلة بقت دبل بيت إيلة، وبعدين ضفت الإي دي. ضرب يسقط، ضرب دي سقطة، نفس الكلام يا ولد، تشوب يقطع، تشوب دي قطعها. بعد كده بيقول لي هناك أفعال لا يضاف لها إي دي، في أفعال بقى عشان نحولها للبسط أو الماضي البسيط يا أولاد ما نضيفلهاش إي دي. أمال بنعمل لها إيه يا مستر؟ اهو بيقول لي هناك افعال لا يضاف لها اي دي عند تحويلها للماضي ولكن لها صيغه ماضي تحفظ كما هي، يعني يا اولاد بنحفظها زي ما هي كده، يعني مثلا وتسمى هذه الافعال شاذه، الافعال دي يا اولاد بنطلق عليها لفظ افعال شاذه او غير منتظمه. اكزامبل يا اولاد بيوضح الكلام اللي احنا بنقول عليه ده، هو عندي يا ولاد فيرب او فعل زي جو يذهب، يا ترى البسط منه او الماضي مني يا ولاد بقى ما نحطش بقى اي دي ولا اي دي ولا دي بس ولا اي اي دي، لا حاجه تاني خالص، جو يذهب وانت ذهبه، جو يذهب بنحفظه زي ما هو كده، جو يذهب وانت ذهبه. باي اشتري، بوت اشترى، طبعا الجي والاتش هنا سايلنت يا ولاد، باي اشتري بوت اشترى، دو يفعل ديت فعله، دو يفعل ديت فعله، تيك ياخذ توك اخذ، تيك ياخذ توك اخذ، سند يرسل سنت ارسله، سند يرسل سنت ارسله، قم ياتي كيم اتى، قم ياتي كيم اتى، فايند يجد فاوند وجد، فايند يجد فاوند وجد، جيف يعطي جيف اعطى، جيف يعطي جيف اعطى، سيارة صورة، سيارة صورة، سي يقول سيت قال، سي يقول سيت قال، درايف يقود ظروف قاده، درايف يقود ظروف قاده، نو يعرف نيو عرفة، طبعا هنا كينا سايلنت يا اولاد، نو يعرف نيو عرفة، ميك يصنع ميت صنع، ميك يصنع ميت صنع، اسليب ينام اسليب تنام، كل دي يا اولاد افعال شاذة وغير منتظمة. ران يجري ران جرى، ران يجري ران جرى، ايت ياكل ات اكل، ايت ياكل ات اكل، درينك يشرب درانك شرب، درينك يشرب درانك شرب، هاف يمتلك او يتناول، هات امتلك او تناول. ننتقل يا ولاد لحاجة تاني، بيقول لي كلمات تدل على أن الفعل في زمن الماضي البسيط، في كلمات يا ولاد لما بنشوفها نعرف أن الكلام ده هو
في زمن الماضي البسيط ايه الكلمات اللي بترشدني للكلام انه الكلام ده هو في زمن الماضي البسيط؟ كلمه يستر دي امس بتعرفني انه كلام في زمن الماضي البسيط. يستر دي امس. طيب عندي a week ago منذ اسبوع, a month ago منذ شهر, a year ago منذ سنه, a week ago منذ اسبوع, a month ago منذ شهر, a year ago منذ سنه. كل ده حاجات يا ولاد بتعرفني ان الجمله او الكلام اللي قدامي اللي انا بقراه في زمن الباست سيمبل, زمن الماضي البسيط. كلمه يا ولاد وانس وكلمه وان دي, وانس وان دي ذات مره. لما اشوف الكلام ده اعرف انه الكلام في زمن الماضي البسيط او الباست سيمبل. طيب في تانية يا مستر بيعرفني كلمات بتعرفني ان الكلام اللي قدامي اللي انا بقراه ده في زمن الماضي البسيط. لاست ويك الاسبوع الماضي, لاست ويك الاسبوع الماضي, لاست مانس الشهر الماضي, لاست مانس الشهر الماضي, لاست يير السنه الماضيه. برضه يا اولاد ان حرف الجر ان وبعديه السنين, ان 1980, ان 1980 ماشي يا اولاد في 1980 حرف الجر ان وبعديه السنين, ده بيعرفنا ان برضه ده ماضي بسيط. برضه في حاجه ثانيه يا اولاد, ان ذا باست, ان ذا باست, ان ذا باست في الماضي ماشي يا اولاد. برضه نسينا حته هنا يا اولاد, احنا قلنا لاست ويك الاسبوع الماضي, ولاست مانس الشهر الماضي, ولاست يير السنه الماضيه. في بقى يا ولاد لاست تيوزداي او لاست ماندي او لاست فرايداي, اي يوم من ايام الاسبوع ماشي يا ولاد. طيب بعد كده يا ولاد بننتقل لحاجه اسمها نفي الماضي البسيط. ازاي ننفي الماضي البسيط؟ بقول يا ولاد طبعا بيبقى معانا جميع الضمائر, جميع الضمائر اي وي ويو وزي وهي وشي وات, اي وي ويو وزي وهي وشي وات, بيجي بعدهم didn't, يجي بعدهم didn't يا ولاد. didn't دي طبعا اللي اصلها did ونوت, يعني did ونوت اهي يا ولاد, didn't دي اصلها did not. اما احط did not في كلمه واحده تطلع لي didn't. دي طبعا didn't معناها ليس او لم او لن. يبقى اولاد النفي الماضي البسيط بيتكون من جميع الضمائر يا ولاد زي ما قلنا زائد didn't. بيجي بعد didn't مين يا ولاد؟ الفعل في المصدر او الانفينيتيف. ايه المصدر؟ طبعا طبعا في اولاد زيكم طبعا عارفين, وفي طبعا تلاميذ مش عارف الفعل في المصدر ده. اولاد يعني الفعل بدون اضافات. يعني ايه يا مستر برضه الفعل بدون اضافات؟ يعني الفعل يا اولاد ما فيش في اخره اس, ما فيش في اخره اي دي, ما فيش في اخره اي ان جي. يعني مثلا زي بلاي, بلاي في المصدر, طب جيت في اخرها وضفت اس اصبحت بليس, كده مش في المصدر. عايز ارجع للمصدر اشيل الاس اصبحت بلاي. مثلا لايك يحب, حطيت لها اس في الاخر او حطيت لها اي ان جي بقت لايكينج. لو شلت الاس وجبت الاي ان جي اصبحت لايك في المصدر ماشي يا اولاد. طيب يبقى النفي يا اولاد عباره عن جميع الضمائر او ضمائر الفاعل زائد didn't زائد الفعل في المصدر او الانفينيتيف او الفعل بدون اضافات او الفعل في صورته الاولى. اكزامبل يا اولاد او اكزامبلز امثله بتوضح. قول لي شي واتشت ذا سان رايز, شي واتشت ذا سان رايز. الجمله دي طبعا هي جمله مثبته. شي يعني هي واتشت شهدت ذا سان رايز شروق الشمس. عايزين ننفيها بقى نطبق الكلام اللي احنا قلناه. طبعا يا ولاد احنا بنقول ضمائر الفاعل كلها, ادي ضمير الفاعل شي نزل زي ما هو, شي ادي شي يا ولاد اهي. احنا قلنا بعد ضمير الفاعل مين؟ didn't, ادي didn't يا ولاد اهي. يبقى شي كضمير فاعل الاول اهي, جه بعدها didn't اللي هي لم. طب didn't احنا قلنا بيجي بعدها مين؟ الفعل في المصدر بدون اضافات. مش هو هنا يا اولاد كان واتشد اخره اي دي؟ طبعا لسه قايلين ان الفعل في المصدر فعل بدون اضافات, هنا متضاف له اي دي. لا نشيل بقى الاي دي عشان نخلف المصدر, يصبح ايه يا اولاد؟ يصبح واتش. شيلنا بقى الاضافه, يبقى اولاد شي كفاعل, جه بعدها didn't, جه بعدها واتش كفعل في المصدر في صورته الاولى بدون اضافات, وتكمله الجمله يا اولاد ذا سان رايز. يبقى شي هنا يا اولاد الجمله المثبته بتقول ايه؟ شي واتشت ذا سان رايز, هي شاهدت شروق الشمس. الجمله المنفيه بتاعتها بقى يبقى ازاي؟ شي didn't watch, هي لم تشاهد ذا سان رايز شروق الشمس. اكزامبل يا اولاد نمبر 2 بيقول لي شي كليند ذا تنت, شي يعني هي كليند نظفت ذا تنت الخيمه. دي جمله مثبته يا اولاد عايزين ننفيها. ها هنعمل ايه يا اولاد؟ لو قلنا ضمير الفعل الاول شي هننزله يا اولاد, ادي شي
احنا قلنا بعد ضمير فاعل بيجي مين؟ بيجي didn't، صح يا اولاد؟ زي ما قلنا فوق، ها هيبقى يا اولاد she didn't. طيب يبقى ضمير الفاعل الاول اهو بعديه didn't، وقلنا didn't بيجي بعدها مين؟ الفعل في المصدر. فوق يا اولاد قلنا cleaned، cleaned كان اخرها اي دي. احنا عايزين الفعل في المصدر بدون اضافات، هنشيل الاي دي يا اولاد عشان نخليه في المصدر، اصبح كلين. يبقى شي didn't clean the tent، هي لم، هي لم تنظف الخيمه. ماشي يا اولاد؟ طيب نمبر 3 بيقول لي اي واشد، انا غسلت ذا بوتس الاواني اند بانس والتصاق. دي جمله مثبته عايزين ننفيها. ها ضمير الفعل الاول اهو، بعد كده didn't زي ما اتفقنا، بعد كده الفعل في المصدر واش اللي هو جبناه من واشد، شلنا الاضافه، شلنا الاضافه اي دي عشان نخليه في المصدر بقى واش او واش. اي didn't واش، انا لم اغسل ها ذا بوتس الاواني اند بانس والتصاق. كده يا اولاد هو ده نفي الايه؟ نفي المصدر البسيط. ضمير الفاعل الاول، ضمير الفاعل الاول، بعد كده didn't، بعد كده الفعل في المصدر او بمعنى اصح الفعل بدون اضافات، او بمعنى اصح اكثر الفعل في صورته الاولى. ننتقل يا اولاد لفقره ثانيه الا وهي تكوين سؤال بمعنى هل. تكوين سؤال بمعنى هل في زمن الماضي البسيط باستخدام مين بقى؟ باستخدام did. طيب الكلام يبقى ازاي يا اولاد؟ هنبدا بديد، نبدا الكلام بديد. did هنا يا اولاد يبقى معناها هل، بيجي بعدها مين؟ بيجي بعدها الفاعل. ماشي يا اولاد؟ اي ضمير فاعل بقى، هي وشي وات وي ويو وزي. ماشي يا اولاد؟ بعد كده بيجي بقى مين؟ الفعل في المصدر زي ما قلنا بدون اضافات. بعد كده بقى الكلام، بعد كده كويستشن مارك علامه الاستفهام. اكزامبل بقى بيوضح الكلام ده. احنا قلنا الاول خلاص ديد، بنبدا بقى الكلام بمعنى هل. بعديها بيجي الفاعل او ضمير الفاعل. بعد الفاعل بيجي الفعل في المصدر بدون اضافات في صورته الاولى او الانفينيتيف بمعنى اصح. بعد كده تكملت الايه؟ تكملت الاستفهام والكويستشن مارك علامه الاستفهام في الاخر. طبعا ديد يو كوك بريكفاست، did you cook breakfast؟ هل انت طهيت الافطار او طهيت وجبه الافطار؟ طبعا يا اولاد لو هنجاوب بيس هقول يس اي ديد، يس اي ديد، يس طبعا، ويو تحولت لاي وكتبنا ديد. طب لو نو يا اولاد، نو اي ديدنت، يبقى في حاله الاثبات او الاجابه بنعم هقول يس اي ديد، نعم أنا طهوت الإفطار. طب لو أنت ما عايز تقول تجاوب بنو، لا هتقول نو أي ديدنت، لا أنا لم أفعل. طيب إكزامبل يا ولاد برضه نمبر 2 بيقول لي ديد شي كلين ذا تنت، ديد شي كلين ذا تنت. طبعا ديد هنا يا ولاد بمعنى هل، جه بعدها ضمير الفاعل اللي هو شي، جه بعدها الفعل في المصدر بدون اضافات، مفيش في اخره اس، مفيش في اخره اي دي، مفيش في اخره اي ان جي في المصدر اهو. بنعد يعني ايه معنى مصدر يا اولاد تاني اهو. وبعد كده تكملت الايه؟ الاستفهام وكويستشن مارك علامه الاستفهام في الاخر. ديد شي، هل هي ديد شي، هل هي كلين، نظفت زتينت الخيمه؟ لو انا هجاوب بيس يا اولاد اجابه مثبته بنعم هقول يس شي ديد، يس شي ديد، يس شي ديد، نعم هي فعلت. طب لو جاوب بنو يا اولاد، نو شي ديدنت، لا هي لم تفعل. اكزامبل نمبر 3 يا اولاد بيقول لي ديد زي كلايم، طبعا البي هنا سايلنت يا اولاد، الام لما يجي بعدها بي خفيفه يبقى البي سايلنت. ديد زي كلايم ا ماونتن، ديد زي كلايم ا ماونتن، هل هم تسلقوا الجبل؟ ها ديد يا اولاد بمعنى هل، زي اللي هي ضمير الفاعل، كلايم اللي هي الفعل في المصدر، تكمله الاستفهام اماونتين يا اولاد اللي هو جبل. يبقى ديد زي هل هم، ديد زي هل هم كلايم تسلقوا اماونتين الجبل؟ لو انت جاوب بيس زي ما قلنا اجابه مثبته بنعم هتقول يس زي ديد، يس زي ديد، نعم هم فعلوا. طب لو جاوب نو، نو زي ديدنت، نو زي ديدنت، لا هم لم يفعلوا. طبعا يا اولاد هنا برضو بيقول لي لاحظ الآتي، يتم استخدام فيرب تو بي فعل يكون في زمن الماضي. طبعا عندي يا اولاد اي وهي وشي وات، اي واز انا كنت، انا كنت، اي واز انا كنت، هي واز هو كان،
she was هي كانت. طبعاً it was هو كان أو هي كانت لغير العاقل، بس الكلام ده في الإثبات. طب لو في النفي يا أولاد was دي هتصبح wasn't، يبقى I wasn't أنا لم أكن، he wasn't هو لم يكن، she wasn't هي لم تكن، it wasn't هو لم يكن أو هي لم تكن لغير العاقل. برضو عندنا يا أولاد we where نحن كنا، we where نحن كنا، they where هم كانوا، they where هم كانوا، you where أنت كنت، أو ممكن نقول أنت كنت، أو ممكن نقول أنتم كنتم، لأن يو يا أولاد لها ثلاث معاني، يو معناها أنت أنت أنتم، ماشي يا أولاد؟ دي في الإثبات. طب لو قلنا we weren't نحن لم نكن، we weren't نحن لم نكن، they weren't هم لم يكونوا، they weren't هم لم يكونوا، you weren't أنت لم تكن، أو أنت لم تكوني، أو أنتم لم تكونوا. قول يا أولاد my partner was miss أزا and she was very nice. طبعا شريكي my partner شريكي was كانت miss أزا السيدة عزة and she was وكانت very nice لطيفة جدا. عندنا بقى هنا هو نفي هو weren't هو قولي زي weren't in the same class last year، هم لم يكونوا في نفس الفصل last year العام الماضي. برضه يا ولاد هنا بيقول لي اما في حالة الاستفهام، طبعا احنا اخذنا الاستفهام بمعنى هل لما بدأنا بديت، هنا ما بيقول لي اما في حالة الاستفهام باستخدام كلمة استفهام، الاستفهام يا ولاد بقى مش بمعنى هل، لا باستخدام كلمة استفهام. يعني ايه بقى يا ولاد؟ يعني متى واين ولماذا وكيف ومتى الحاجات دي يعني. اما في حالة الاستفهام، اما في حالة الاستفهام باستخدام كلمة استفهام نستخدم الصيغة التالية. طبعا بيقول لي question word كلمة الاستفهام، بعدها did كفعل مساعد، بعدها الفاعل، بعدها الفعل في المصدر، وفي برضه تكملة السؤال لو السؤال محتاج تكملة، وquestion mark في الآخر يا أولاد. برضه يا أولاد أنا عامل ورقة برضه هتفصل أكتر وأكتر مع بعض يا أولاد. طبعا يا أولاد هنا أنا كاتب بقول إيه؟ بقول أما الآن، أما الآن سنقوم بتكوين أسئلة في زمن الماضي البسيط. هنعرف دلوقتي يا أولاد إزاي نكون سؤال طبعا بكلمة استفهام اللي قلنا مثلا وين متى وير أين هاو كيف وات ما وماذا وي لماذا كده. طبعا احنا قلنا يا أولاد ست خطوات لتكوين السؤال. أي سؤال يا أولاد عشان نكونه في اللغة الإنجليزية بيتكون تكوين أي سؤال في اللغة الإنجليزية من ست خطوات بنمشي عليهم يا أولاد. أول حاجة أداة الاستفهام أو كلمة الاستفهام، بعد كده الفعل المساعد. طبعا الفعل المساعد بيبقى في نفس زمن السؤال، يعني احنا بنتكلم عن زمن الماضي البسيط، يبقى الفعل المساعد بتاعنا اللي هنشتغل معاه اللي هنشتغل بيه did. بعد كده الفاعل اهو يو، بعد كده الفعل في المصدر جو، بعد كده تكمله السؤال تو ذا ماركت، الكويستشن مارك علامه الاستفهام في الاخر. يبقى ست خطوات يا اولاد، اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل في المصدر في الانفينيتيف في صورته الاولى بدون اضافات، مفيش بعديه اس، مفيش بعديه اي دي، مفيش بعديه اي ان جي. تكملت السؤال يا اولاد تو ذا ماركت، كل دي تكملت السؤال وعلامه الاستفهام في الاخر. وين متى يو انت، طبعا فعل مساعد مش هنترجمه يا اولاد. وين متى يو انت جو ذهبت تو ذا ماركت الى السوق. الاجابه يا اولاد اي ونت انا ذهبت تو ذا ماركت الى السوق لاست ويك، لاست ويك الاسبوع الماضي. اكزامبل يا اولاد برضو او انذر اكزامبل مثال اخر بيوضح. وير ديد يو بوت يور بوك، وير ديد يو بوت يور بوك، اين انت وضعت كتابك، حطيت كتابك فين. اداه استفهام يا اولاد اهي، فعل مساعد اهو، فاعل، فعل في المصدر، تكمله السؤال علامه استفهام. طبعا الاجابه اي بوت ات انا وضعته، اي بوت ات انا وضعته الكتاب يعني اون ذا ديسك على المكتب. انظر اكزامبل مثال اخر يا اولاد او اخر مثال بمعنى اصح عشان نحل الاكسرسايز. قول لي وين ديد يو دو يور هوم ورك، متى انت فعلت واجبك المنزلي. ها طبعا الاجابه يا اولاد، يبقى يا اولاد وين متى يو انت دو فعلت يور هوم ورك واجبك المنزلي.
أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل في المصدر، تكملة السؤال، علامة الاستفهام. الإجابة I did، أنا فعلت، my homework، واجبي أو واجبي المنزلي، last night، الليلة الماضية. ومع جزئية الإكسرسايز يا أولاد وحل التدريبات بيقول لي طبعا تشوز ذا كوريكت أنسر، اختر الإجابة الصحيحة فروم A B C or D. نمبر 1 يا أولاد بيقول لي إليسا، بنت اسمها إليسا، نقط ذا ليدر، طبعا ذا ليدر بمعنى قائد أو القائد، أوف جروب لمجموعة، ذات جوت والتي أصبحت بيجر أكبر، أوفر ذا سمر في الصيف. طبعا يا ولاد عايزين نقول يا ترى إليسا ديد ولا ار ولا وير ولا واز. طبعا يا ولاد هنستبعد في حاجتين هنستبعدهم او في اختيارين او في خيارين هنستبعدهم، هنستبعد ار ونستبعد وير. ليه مستر هنستبعدهم؟ عشان دول بيجوا مع الجمع، ار وير بيجوا مع الجمع. احنا بنتكلم عن إليسا بنت مفرده، مفرد، يبقى يا اما ديد يا اما واز. طبعا ديد مش هتنفع خالص، يبقى ناخد مين يا ولاد؟ واز. إليسا واز، إليسا كانت، ذا ليدر قائدة، أوف جروب لمجموعة، ذات جود بيجر والتي أصبحت أكبر، أوفر ذا سمر في الصيف. نمبر 2 وات نقط يو دو لاست سمر، ماذا أنت؟ طبعا عايز يقول لي طبعا طبعا هنا أولاد لاست سمر دي يبقى جملة في زمن الماضي البسيط، مش احنا قلنا كلمة لاست سمر، لاست ويك، لاست مانس، اول ما اشوف حاجه زي دي بعرف ان الكلام في زمن الماضي البسيط. يبقى انا يا ولاد عايز هنا فعل مساعد في زمن الماضي البسيط. مين يا ولاد في الاربعه دول فعل مساعد في زمن الماضي البسيط؟ على طول يا ولاد ديد. يا اولاد وات ديد يو دو لاست سمر، ماذا؟ طبعا قلنا الفعل المساعد مش هنترجمه، ماذا انت فعلت لاست سمر الصيف الماضي. نمبر 3 تو مانسز نقط، احنا عايزين نقول عايزين طبعا عايزين ايه بقى باينه من الجمله بتقول بتكلم بتحدث عن نفسها، بتقول منذ شهرين، عايزين نقول منذ شهرين. تو مانسز اي ستارتد، انا بدات هيلبنج في المساعده، ات ماي كوميونتي في مجتمعي. تو مانسز شهرين، عايزين طبعا نقول منذ شهرين او منذ مضي شهرين، منذ مضي شهرين I started، أنا بدأت helping المساعدة at my community في مجتمعي، في مجتمعي. طبعا يا ولاد على طول احنا قلنا من شوية طبعا مش هينفع طبعا next بمعنى التالي، أو go اللي هناخدها إن شاء الله بمعنى منذ، last طبعا اللي هو الماضي، وفور بمعنى ليه. طبعا ناخد يا ولاد ago عشان تبقى الجملة two months ago منذ شهرين اي ستارتد، انا بدات هيلبنج المساعده في مجتمعي. نمبر 4 يا ولاد بيقول لي ديد يو نوت يور هوم ورك لاست نايت. فاكرين يا ولاد لما قلنا الاستفهام بديد او لما نبدا جمله بديد بمعنى هل، قلنا بيجي بعدها الفاعل وبعدها يا ولاد الفعل في المصدر لو انتوا فاكرين. يبقى ديد يو عايز يقول لي هل انت فعلت يور ورك يور هوم ورك واجبك المنزلي لاست نايت الليله الماضيه. لو قلنا يا ولاد ديد والفاعل والفعل في المصدر، مين يا ولاد في المصدر هنا يا ولاد؟ دو. يبقى يا ولاد ديد يو دو، ديد يو دو، هل انت فعلت يور هوم ورك واجبك المنزلي لاست نايت الليله الماضيه. نمبر 5 يا ولاد بيقول لي ماي داد ابي، ماي داد ابي ميد صنع تويس العاب، صنع وخلاص يعني ماضي، اند اي نوت هيم. طبعا يا ولاد عندي هيلب، طبعا كل ده بمعنى يساعد، يعني هيلبس وهيلبت وهيلبنج وهيلب كل ده بمعنى يساعد، بس انهي واحده فيهم هناخدها يا ولاد؟ طبعا بيقول لي ماي داد ابي ميد صنع، صنع وخلص يعني في زمن الماضي. ماي داد ابي ميد صنع تويس العاب اند اي نوت هيم، عايز اقول وانا ساعدته، وانا ساعدته. طبعا يا ولاد ما ينفعش اقول هيلبس ولا هيلبنج ولا هيلب، لا اقول هيلب اللي في اخرها اي دي في الماضي. ماشي يا اولاد؟ يبقى ماي داد ابي ميد صنع تويس العاب اند اي هيلب هيم وانا ساعدته. طبعا هيم يا اولاد ضمير مفعول. نمبر 6 بيقول لي ذا كوتش المدرب، ذا كوتش المدرب سيد قال اي انا طبعا نقط اتالنتد موهوب
او اتالنتد فوتبول بلاير، اتالنتد فوتبول بلاير، لاعب كره قدم موهوب. يعني المدرب قال عليا ان انا لاعب كره قدم موهوب. يا ترى يا اولاد هتاخد وير؟ طبعا ما ينفعش، ده وير دي بتيجي مع الجامع. ولا اي كود انا استطعته لاعب كره قدم موهوب؟ ما ينفعش طبعا. تبديد طبعا مش هينفع خالص. زيد، امال مين اللي هينفع يا مستر؟ واز ذا كوتش المدرب سيد قال اي واز، انا كنت اتالنتد فوتبول بلاير، لاعب كره قدم مشهور. بعد كده ولد نمبر 7 بيقول لي هو نقط ذيس ديليشيس ابل باي لاست نايت. عايز يقول لي يا اولاد من صنع هذه، طبعا باي بمعنى فطيره، باي بمعنى فطيره، وابل بمعنى تفاح، وديليشيس لذيذ. ديليشيس ابل باي فطير تفاح لذيذه. عايز يقول لي من صنع هذه الفطيره للتفاح اللذيذه لاست نايت الليله الماضيه. ورجع بيقول لي اي لايك ات، انا احببتها. على طول يا اولاد يبقى مين؟ هو ميد، مهمك يصنع ميد صنع. طيب اول ذا ستريتس، كل الشوارع، ها كل الشوارع. عايزين نقول يا اولاد، عايزين نقول طبعا الجمله دي طبعا فيها يسترداي. يسترداي بتدل على الكلام في الماضي. يبقى انا هقول كل الشوارع كانت بيزي مشغوله يسترداي امس افتر ذا ماتش، بعد المباراه. على طول يا اولاد كود مش هتنفع، كود بمعنى استطاع، وهدي طبعا بمعنى كان عنده، وار بتيجي طبعا مع الجمع. طبعا ايه مش هتنفع، لان ده ارضي فيرب تو بي يا اولاد، بمعنى يكون للجمع بس في زمن المضارع، لكن احنا بنتكلم على الصرديف الماضي. هناخد على طول يا اولاد ناخد وير، يبقى اول ذا ستريتس كل الشوارع وير كانت بيزي مشغولة أو مزدحمة يسترديه أمس أفتر ذا ماتش، بعد المباراة. نمبر 9 هي هو نقط ذا كلاب. عايزين نقول يا أولاد طبعا نفس الكلام برضه يا أولاد، هنا في ديدنت وفي بلاي فوتبول. هي هو طبعا نقط ذا كلاب إلى النادي، بات هي ديدنت بلاي، لكنه لم يلعب فوتبول كرة قدم. عايزين نقول يا أولاد هو ذهب تو ذا كلاب الى النادي، بات هي ديدنت، لكنه لم بلاي يلعب، لم يلعب يعني فوتبول كره قدم. طبعا يا اولاد على طول هناخد على طول يا اولاد وينت، يبقى هي وينت، هو ذهب تو ذا كلاب الى النادي، بات هي ديدنت بلاي، لكنه لم يلعب فوتبول كره قدم. نمبر 10 شي نقط وين ذا جيم. عايزين نقول طبعا يا اولاد الكلام بيوضح نفسه، بيقول هي لم تفوز وين، يعني طبعا وين يفوز، هي لم وين تفوز او تفوز ذا جيم بالمباراه، اولزو بالرغم من شي ترند، هي تدربت هارد بجد، يعني بالرغم من انها تدربت بجد هي ما فازتش. طبعا يا اولاد برضو هناخد مين؟ هناخد ديدنت، لان دي نفي جمله في زمن الماضي البسيط، واحنا قلنا بننفي بديدنت. بعد كده يا اولاد بيقول لي كومبليت ذا سنتنس ويز ذا كوريكت فورم اوف ذا ووردز ان براكتس. نمبر 1 يا اولاد بيقول لي طبعا لاست سمر الصيف الماضي واز جريت، كان رائع. اي انا طبعا الجمله اولاد كده ماضي بسيط، يبقى الكلام كله هيبقى ماضي بسيط. اي انا وكاتب لي طبعا بلاي، طبعا بلاي دي اللي هنغيرها طبعا، فوتبول كره قدم افري دي كل يوم. عايز يقول لي لاست سمر الصيف الماضي واز جريت، كان رائع الصيف الماضي، كان رائع، وانا لعبت فوتبول كره قدم، طبعا بلاي هتصبح بلاي فوتبول كره قدم افري دي كل يوم، بدل ما هي بلاي اولاد بقت بليد، عشان لاست سمر دي بتدل على ايه؟ على الماضي البسيط. لاست سمر الصيف الماضي واز جريت، كان رائع. اي بليد انا لعبته، حاولنا يعني زودنا اي دي لبلي عشان نخليها في الماضي. اي بليد انا لعبته فوتبول كره قدم افري دي كل يوم. نمبر 2 وات ديد يو نقط ليرنينج، طبعا الليرنينج اللي فات فيها الشغل هنغير فيها، طبعا ليرن يتعلم او يعلم، ات سكول في المدرسه ذيس ويك هذا الاسبوع. طبعا يا اولاد
فاكرين الست خطوات اللي قلنا عليهم في تكوين السؤال؟ قلنا أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل في المصدر بدون إضافات. ليرن يا ولاد هنا، ليرن يتعلم أو يعلم، دي آخرها أي إن جي. إحنا عايزين، إحنا بنقول يا ابن شوية، بنقول أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل في المصدر بدون إضافات في صورة الأولى، يبقى إحنا نشيل يا ولاد الأي إن جي. يبقى ليرنينج يا ولاد شيلنا الاي ان جي عشان نخليها في المصدر، ماشي يا ولاد؟ اكيد اللي مش فاهم بقى معنى كلمه مصدر فهم. ليرنينج يا ولاد اخر اي ان جي عايزين نحولها للمصدر بتاع الرئيس صوره الفعل صورته الاولى بدون اضافات، هنشيل الاي ان جي اصبحت ليرن. طبعا انا كتبتها هنا عشان المكان ضيق شويه، كتبتها هنا. يبقى ليرنينج يا ولاد بقت ليرن عشان ايه؟ عشان الاداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل في المصدر، تكملة السؤال علامة الاستفهام، أو تكملة السؤال كويشن مارك علامة الاستفهام. يقول لي يا ولاد نمبر 3، أي نقاط طبعا هيلب، أو أي هيلب ماي جراما، أنا طبعا هنا هيلب يساعد ماي جراما جدتي إن هير جاردن في حديقتها لاست فرايدي الجمعة الماضية. طبعا يا ولاد لاست فرايدي إيه؟ يبقى جملة في الماضي البسيط. يبقى إذا يا ولاد هيلب ده يبقى إيه؟ هيبقى هيلبت. يا اولاد هيلب بقت هيلبت. الجمله بقى اهي اي هيلبت، اي هيلبت، انا ساعدته ماي جراما جدتي ان هير جاردن في حديقتها لاست فرايدي الجمعه الماضيه. نمبر 4 بيقول لي اي ديدنت وانتد، طبعا اي ديدنت انا لم، اي ديدنت انا لم، وانتد طبعا يا اولاد ارادة اخرها وانت يريد، اما احط لها اي دي تبقى وانتد ارادة. طيب تو ويت، ان تو ويت فور، ان انتظر ذا أدولتس البالغون أو الراشدون تو كلين قبل ينظفوا أور ستريتس شوارعنا. طبعا يا ولاد احنا قلنا في نفي الماضي البسيط يا ولاد، وانتوا فاكرين ضمير الفعل الأول وبعد كده ديدنت وبعد كده مين يا ولاد؟ الفعل في المصدر. يبقى يا ولاد وانتد شلنا الإي دي عشان نحولها للمصدر، بقى أصبحت وانت لأن احنا قلنا ديدنت بيجي بعدها الفعل في المصدر. I didn't want، أنا لم أرغب أو أنا لم أريد to wait for، أن أنتظر الأدولتس البالغون to clean في تنظيف أو لتنظيف our streets شوارعنا. نمبر 5 يا ولد بيقول لي زير، طبعا بي اللي هنشتغل فيها ونغير فيها، طبعا بدي يا ولد فيرب تو بي بمعنى يكون زير، طبعا 12 طبعا 12 of us منا، of us منا who cleaned up نظفوا في 12 واحد منا يا اولاد كليند اب نظفه اور ستريت شارعنا لاست ويك الاسبوع الماضي. اول ما اشوف لاست ويك يا اولاد يبقى الكلام في زمن ايه؟ زمن الماضي البسيط. يبقى بي يا اولاد دي احولها للماضي البسيط. اصبحت يا اولاد غيرنا بي اصبحت وير، يبقى زير وير، زير وير، زير وير كان يوجد 12 12 اوف اس منا او 12 واحد منا هو كليند اب والذين نظفوا اور ستريت شارعنا لاست ويك الاسبوع الماضي. بعد كده نمبر 6 بيقول لي اي سكور، طبعا سكور بمعنى يسجل، تو جولز هدفين، تو يعني اثنين وجولز اهداف، يعني تو جولز هدفين، عايز اقول انا سجلت هدفين ان ذا لاست ماتش او ان ذا لاست ماتش في المباراه الماضيه. طبعا لاست يا اولاد بمعنى ماضي او بمعنى اصح تدل على انه كلام في الماضي، يبقى سكور هحولها الماضي. اصبحت يا اولاد سكورد، يبقى اي سكورد جبت الماضي من سكور، ما سكور يسجل سكورد سجله، يبقى اي سكورد انا سجلته تو جولز هدفين ان ذا لاست ماتش في المباراه الماضيه. نمبر 7 يا اولاد بيقول لي دو، طبعا اللي احنا نغير فيها يو انت دو يعني هل، طبعا وهنجيب برضو يعني فعل مساعد بمعنى هل، هل انت لايك تحب فالنتيرينج التطوع؟ طبعا جاوب عليه وقال له يس اي ديد، نعم. طالما يا اولاد ديد جت في الاخر يبقى ديد هنبدا بها، يبقى دو دي هتبقى ديد. يبقى يا اولاد هنغير دو لديد، يبقى نكتب هنا ديد يو، هل انت لايك تحب فالنتيرينج التطوع؟ جاوب عليه وقال له يس اي ديد، نعم. نمبر 8 بيقول لي وين ديد يو جوينز، اللي هنغير فيها برضه جوينز، طبعا جوين بمعنى انضم، ذا سبورتس كلاب النادي الرياضي، النادي الرياضي. عايز يقول لي يا اولاد متى انت انضممت
للنادي الرياضي. فاكرين يا ولاد تكوين السؤال في زمن المضارع البسيط؟ قلنا اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل في المصدر. يبقى نجيب المصدر من جوينز، يبقى يا ولاد جوين، يبقى وين ديد يو جوين، ها، متى انت انضممت ذا سبورتس كلوب للنادي الرياضي. اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل في المصدر. تكملت السؤال على الاستفهام. نمبر 9 يا ولد بيقول لي زي دازنت، طبعا دازنت اللي هغيرها، دازنت طبعا بمعنى لا او لم او لن، ها، هم لم جيف اب، ييأسوا، هم ما يأسوش. سو لذلك عشان كده زي ون، هم فازوا ذا تورنمنت بالدوره او بالبطوله. على طول يا اولاد لو انتم فاكرين، طبعا ده نفي، عايزين نقول نفي ماضي بسيط. لو انتم فاكرين قلنا بننفي الماضي البسيط ازاي يا اولاد؟ بدون بتاع دي مؤاخذه، بديدنت، سوري يا اولاد، بديدنت. يبقى دازنت يا اولاد هنحولها لايه؟ يا اولاد زي، غيرنا بقى دازنت لمين؟ لديدنت. زي ديدنت، هم لم، زي ديدنت، هم لم ييأسوا، جيف اب ييأسوا. سو لذلك عشان كده زي ون، هم فازوا ذا تورنمنت بالبطوله او بالدوري. نمبر 2 يا ولد بيقول لي ديد زي ريدي فور ذا اكزام، طبعا هل هم مستعدون للامتحان؟ طبعا ديد يا ولد مش هتنفع. ار يا ولاد، ار زي هل هم ريدي مستعدون فور ذا اكزام للامتحان؟ بعد كده يا ولاد بيقول لي بوت، اخر حاجه يا ولاد طبعا معلش طولنا عليكم النهارده شويه، بس قول له طبعا في صالحكم ولصالح مصلحتكم ان شاء الله. اي تلميذ طبعا مجتهد عايز ينجح، عايز ربنا يكرمه وهيخليه معايا ويسمع للاخر، واللي غير كده بقى ما يكملش. طبعا يا اولاد قبل ما احل السؤال الاخران، يا ريت كل تلميذ بيسمعني دلوقتي وحاسس انه استفاد مني اي حاجه، يا ريت ما يبخلش عليا باشتراك للقناه ولايك للفيديو. يا ريت كل تلميذ حاليا دلوقتي، يا ريت بارك الله فيكم، يحط لي اشتراك للقناه ويحط لي لايك للفيديو ويفعل زر الجرس، وجزاكم الله عنا خير. نمبر 1 يا ولاد في الترتيب طبعا بيقول لي يستضيف بمعنى امس، فيزيتد بمعنى زاره، ميوزيوم بمعنى متحف، اي انا ذا بمعنى ال. عايز اقول يا ولاد انا زرت المتحف امس. طبعا يا ولاد مع بعض هتبقى اي انا فيزيتد زرته، اي فيزيتد انا زرته، اي فيزيتد انا زرته ذا ميوزيوم المتحف يسترديه امس. بعد كده يا ولاد عند جو يذهب، طبعا ده تكوين سؤال او ترتيب تكوين سؤال في زمن الماضي البسيط. جو يذهب، وير اين يو انت، لاست طبعا الماضي، ويك اند عطله نهايه الاسبوع، ديت فعل مساعد. هنمشي يا ولاد على ست خطوات احنا اتكلمنا عنهم قبل كده. اول حاجه يا ولاد ده استفهام، ليه وير فعل مساعد اللي هو ديد، فاعل اللي هو يو، فعل في المصدر اللي هو جو. تكملت السؤال يا اولاد لاست ويك اند. يبقى كده يا ولاد مشينا على ست خطوات اهو، اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل في المصدر، ها، تكملت السؤال وعلامه الاستفهام يا اولاد. اين طبعا انت ذهبت لاست ويك اند في عطله نهايه الاسبوع الماضيه. نمبر 3 يا اولاد بيقول لي طبعا اباوت طبعا بمعنى عن او حوالي، هي هو، ميك يصنع، ابوستر ملصق ديد يعني هل، اكتيفيتيز انشطه، هيز طبعا صفه ملكيه بتخلي الحاجه بتاعته او ملكه. عايزين نقول هل هو صنع او يعني انشا بوستر ملصق يعني لانشطته. هنقول يا اولاد ديد بمعنى هل ديد هي هل هو ميك صنع ابوستر ملصق، ها، اباوت بخصوص او بشأن هيز اكتيفيتيز انشطته. اخر حاجه يا اولاد طبعا زي بمعنى هم، وين يفوز، تورنمنت بطوله، ديدنت لم، زي يعني قال هم لم يفوزوا بالبطوله، زي هم ديدنت لم وين يفوزوا ذا تورمنت بالبطوله. اشكركم لحسن استماعكم ليا، ويا ريت كل تلميذ وتلميذه، وافكركم تاني يا اولاد ان شاء الله ما ينسناش في اشتراك ولايك للفيديو. اشوفكم المره الجايه على خير، شكرا لحسن استماعكم ليا، ولو طولت عليكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.